قدمنا كثير من الخدمات الإرشادية للحجاج التائهين، أرشدناهم إلى اللي هي مخيماتهم، أرشدناهم إلى الأماكن بالنسبة لمنى التوجه إلى منى والعودة إلى الفنادق الخاصة فيهم. طبعا المتدربات تعلموا أشياء كثيرة من خلال هذه التجربة، طبعا تعلموا كيف يتعاملوا مع اللي هم الحجاج بمختلف اللي هي اللغات. جدا سعيدة إنه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني شاركت لخدمة ضيوف الرحمن والإرشاد. جدا سعيدة بهذه التجربة، ولو سمحت لي الفرصة إنه أنا أشارك مرة ثانية برجع أشارك مرة ثانية. أنا جدا سعيدة إني شاركت في هذا العام للحج، جدا جدا مبسوطة إني قاعدة أساعد التائهين وإني نزلت المشاعر، ومرة مرة مبسوطة إني قاعدة الحين أرشد التائهين. أكثر من مرة بالحج وراح أعيد بإذن الله، يعني شعور جدا جميل، كسبت فيه أجر. تجربة فريدة من نوعها وتجربة مميزة، وجميع المشاركين أيضا من المتدربات موجودين عندنا وساعدونا كثير، وأنه نص المشوار لدينا، والشكر لهم أكيد لجهودهم المبذولة خلال هذا المعسكر، ويعطيكم ألف عافية جميعا، وبإذن الله نتحرى شوقا لتكثيف الجهود الكشفية للبنات والنساء في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على السنوات العديدة إن شاء الله، حتى نأتي في السنوات العادية القادمة بإذن الله، ونحن حاملين أكثر خبرة وأكثر للانطباع الكشفي للنساء بإذن الواحد الأحد.